نروح لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي اللي خلصت بفوز الزمالك 2-1 وتقدم الزمالك بهدف لكهربا في نهاية الشوط الأول، ورجع كهربا مرة تانية وعزز تقدم نادي الزمالك بهدف تاني مع بداية الشوط الثاني، وبعدها بثلاث دقايق استطاع محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق إنه يحرز هدف الإنتاج الوحيد من ضربة جزاء. نادي الزمالك قدم مستوى جيد وسيطر على معظم أوقات المباراة وكان قادر إنه يسجل أكتر من الهدفين اللي سجلهم، لكن ايضا نادي الانتاج الحربي قدم مباراه جيده ايضا وكان بيهاجم نادي الزمالك واضاع مهاجميه العديد من الفرص وكان ابرزها عن طريق جده وبابا اركو، لكن في النهايه الزمالك رفع رصيده بسبع نقاط والانتاج الحربي لسه لم يحرز اي نقطه حتى الان بعد مرور ثلاث اسابيع من بدايه الدوري العام. ده هدف ضربه الجزاء اللي احرزها فتح الله.